السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة، اموركم كاملة يا ربي تكون مزيانة. ومرحبا بكم في قناة سميرة فاميلي. وصفتنا اليوم وصفة رائعة بنينة لذيذة، والاهم انها صحية، الرفيسة بالرزيزة والدجاج طوسي تحت الاشراف ديال حماتي. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. ورجعنا لكم من جديد. بالنسبة للعطرية، عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق ولا الكركم، معلقه صغيره ديال الابزار، ضمه ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنا شويه ديال العشوب ديال الرفيسه بحال هكذا مطحونين على اليد، الحلبه بلديه، العدس حتى هو ديال البلاد بلدي، والفول مرطبينه حتى هو في الماء، يعني الفول والعدس بجوج مرطبين. كميه ديال الثومه الحمراء، وعندي هنا واحد بصله كبيره مشلضه بحال هكذا مشلضه بقطعش ناف، وربيطه ما بين القزبر والمعدنوس، جوج حبات ديال التمر. والاساس في هذه الوصفه هذه كامله كما قالت لي عكوستي، واللي هو الدجاج الطاوسي على هذا الشكل. هذا راه كيجي في المذاق ديالو تماما بحال الدجاج البلدي. ندعو على بركه الله. ناخذ العطريه ديالنا نكبوها هنا، نزيدو عليها ضمه ديال البنه، شويه ديال الماء بحال هكذا غير اللي غنمدو فيه الدجاج، شويه ديال السمن، ونحركو هادشي كله حتى هاد العطريه تنسجم مع بعضياتها. ناخدو الدجاج ديالنا ونمدوه، نقرب لكم بحال هكذا، تحاولوا تلبسوا ليه كامل هاد العطريه هادي مزيان على هاد الشكل هكذا، حتى الدجاجه ديالنا تشرب معنا مزيان هاد العطريه. ونخليوها اقل شيء واحد ساعه د المكانه، ولا نبيتوها في هاد العطريه هادي بيد ما تشرب. من الاحسن نخدموها بالليل ولا غدا ليه في الصباح ان شاء الله، نطيبوها بحال هكذا. ندخلو ليها ما بين الجلدة ديالها والعظم بحال هكذا، ودت هنا واحد الطرف ديال الصدر على ودت بنياتي، ما كيبغوش ليا هاد الدجاج الطاوسي، ما كيبغوا لا الطاوسي لا البلدي. درت لهم طرف ديال الدجاج البلدي ديال الدجاج الرومي عفوا بحال هكذا. دابا ناخذ هاد الدجاجه ونحطوها هنا، نجيبو هاد البصله هادي ونزيدوها على هاد العطريه، نخلطوهم مزيان بحال هكدا. نجيبو الدجاجه ديالنا ونعمروها لداخل، راه كتجي شهوه منها بحال هكذا. هذه راه طريقه جديده كديرها عكوستي، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليها باللي لايك وبارطاج. نجيبو هاد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس، وحتى هي نديروها لداخل، يعني البصله والربطه ديال القزبر ومعدنوس بجوجهم كنديرهم لداخل. صافي كنسدو لها رجليها بحال هكذا،
على هاد الشكل. شوفوا الطرفات ديال البصله اللي بقاو معنا هنايا، ونكملوا بقيه المراحل. كما قلت لكم نخليوها هكذا ترقاد ليله كامله، اولا بالاقل ندير واحد 3 السوايع ولا 4 السوايع بعد ما تشرب لنا مزيان هاد الاقامه، ونتلاقاو ان شاء الله. ورجعت لكم من جديد. دابا ان شاء الله بعد ما رقدت الدجاجه ديالي غادي نشدها ونديرها في الطنجره ديال الدار، نحطوها على الزرع ونزيدو عليها هاد العطريه هادي كامله، نخويوها بحال هكذا. كما قلت لكم طريف ديال الدجاج اللي درت لبنياتي، ونزيد جات واحد نص كاس ديال الماء باش شللت به هذا الاناء، ونخويوه كامل هنايا، ونخليو العافيه غير مهيله، ونحاول نقليوه على هذا الشكل. مره مره نقلبوه نجد واحد 10 دقائق وحنا كنقلبوا فيه على هذه الجهه على هذه الجهه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نرويو عليه. دابا ان شاء الله غادي نضيفو جوج ديال التمرات ونرويو عليه. صافي نديروه على كرشو بحال هكا، صافي ونسدو عليه. بالنسبه للطياب ديالو غادي ياخذ معنا واحد ساعه الله ربع هكاك، لان الدجاج طوبسي بحال الدجاج البلدي كياخذ شويه الوقت، ساعه الله حتى ساعه المكانه، نخليه ان شاء الله يطيب. بالنسبه لزيت المائده وزيت الزيتون ما غاديش نديروهم في الاول باش يتشرب لنا الدجاج ديالنا العطريه حتى الاخر، حتى نبغيو نزيدو عليه البصله عاد نزيدو عليه زيت المائده وزيت الزيتون. ورجعت لكم من جديد من بعد ما حلينا على الدجاج، ها انتم شوف راه دخلوا طياب. دابا ان شاء الله غادي نزيدو عليه كيلو ديال البصله مشلضه بحال هكذا مقطعه شنانف، نزيدوها كامله بحال هكذا، نزيدو العدس كما قلت لكم العدس ديال البلاد اللي رطبناها في الماء مزيان بحال هكذا، دابا ان شاء الله غادي نزيدو الفول بحال هكذا، ثومة، وغنزيدو معلقة صغيرة ديال الخرقوم ومعلقة صغيرة ديال سكينجبير. بالنسبة للملحة ما نزيدوهاش صافي بارك عليها، يعني كل واحد يدير الملحة على حسب الذوق ديالو. أنا هنايا راني دايرة غير كوكوط صغيرة، اللي عندها كوكوط كبيرة تستعملها بحال هكدا. نزيد ما تبقى ديال السمن، الحلبة،
انا غير على حسب التصوير، اما شويه غادي نبدل من كوكوط صغير لكوكوط كبيره. ودابا غادي نزيدو معلقه صغيره ديال العطريه ديال الرفيسه ولا المساخن بحال هكذا. والخليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، غير شويه دوك جوج معالق كبار هكاك، لان هاد الدجاج الكروازي ولا الطاوسي كيطلق ليدام ديالو. دابا ان شاء الله غادي نسد عليها ونخليها هادشي كله يطيب ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. ورجعنا لكم من جديد. دابا ان شاء الله من بعد ما طبطنا المريقه ديالنا وطب الدجاج، شتات عقوسي الرزيزه وفورتها مزيان صافي، وحطتها في الكسعه اولا في القصريه حتى حلاتها مزيان صافي، وحطت فوق منها الدجاج وبدات كتسقيها. بالنسبه للطياب انا اللي طيبت تحت الاشراف ديالها، يعني هي كتقول لي شنو ندير، ها اللي ندير وها اللي ندير وها اللي نصبغ، وانا كنطبق داكشي اللي كتقول لي. وتسقيها قلت لها والو، اليوم ان شاء الله انت اللي غادي تسقيها لنا باش تكون انت اللمسه ديالك والمذاق تبارك الله ديال يديها. شوفوا تبارك الله كيفاش كدير لها، كجاتها رائعه بحال هكذا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي زوينه تبارك الله. المره الجايه ان شاء الله راني قلتها ليها، قلت لها المره الجايه ان شاء الله باش تقدم لكم بداز بالدقيق ديال الذره وبالسميده ديال الذره والكرداس والقديد، كيجيوها ما شاء الله رائعين. وحتى الطريقه هذه ديال اليوم ديال الرفيسه راه الطريقه ديالها 100%، انا فقط كنطبق داكشي اللي كانت كتقول لي تبارك الله. يعني طريقتها زوينه بزاف وتبارك الله، عرفتي راه ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه كتحمق. بصحتكم وراحتكم مسبقا الى جربتوا هذه الوصفه ديالنا، ما تبخلوش عليها بلي لايك، ما تخلوش عليها ببارطاج، وخليوا لها دي كومونتير زوينين في الفيديو، وبقاو معنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. بصحتكم وراحتكم، قدمتو لكم حماتي بالصحه والراحه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم طبق ديال الرفيسه بالدجاج الطاوسي والرزيزه. شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.